يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله: وهل قول القائل يا رسول الله ادعو الله لي شرك أم أنه بدعة محرمة لم تصل إلى حد الشرك؟ أنت لا تقول هذا، أنت لا تقول هذا ولا تسأل هل هو شرك أو ما هو شرك، اتركه نهائيا، وانصح الناس أنهم ما يقولون. إذا كان قصده يا رسول الله الدعاء، هذا دعاء لغير الله، الذي يدعو الأموات ويناديهم هذا دعاء لغير الله، شرك، هذا شرك. نعم انت أحسن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.